لم ينتشر ابدا. التحيه لقوات الشعب المسلحه، التحيه لقائد الجيش، التحيه لجنودنا الفواصل الذين كسروا هذا الطوق العنيف وتحتملوا الايذاء قلوه وحكمه وقوه عظيمه. خذ عبد الرحمن اذاعه جمهوريه السودان. الان ايها الاخوه المواطنون، نعيش فرحة نحن محضر الإعلاميين، نعيش فرحة كبرى بهذا الحدث العظيم، هذا الحدث الرمز الذي يوجه تماما إلى قوة الجنود السودانيين، إلى قوة جيش السوداني الذي سيثمر المسيرة وسيحرر كل السودان بحول الله تعالى. هما الآن إذاعة جمهورية السودان. نحن عليك هذا النقاط مرة أخرى أيها الإخوة المواطنون، الجيش السوداني يحرر الآن مباني الإذاعة والتلفزيون. أيها الإخوة المواطنون، اليوم فرحة الكبرى تهم الشعب، جماهير الشعب السوداني العظيم في كل مكان من أرجاء الوطن العظيم.